هنبدأ الأول بعرض لستة البوستس المتاحة، وعشان احنا لسه ما ربطناش الابليكيشن بتاعنا بالباك اند فهنستعين بخدمة خارجية تجيب لنا دامي داتا نشتغل بيها. هنجنريت كومبوننت اسمه فيو ليست وهيكون تحت فولدر اسمه بوستس. فهنفتح التيرمينال بتاعنا من جوه الابليكيشن وهنقول له ng generate اختصارها g component اختصاره c. احنا عايزين نعمل كومبوننت اسمه فيو ليست ونحطه تحت بوستس عشان نبقى منظمين. اسم الكومبوننت بيعبر دايما عن الحاجة اللي هو بيعملها، فانا بعرض يعني هعمل فيو وبعرض على شكل ليست، فده بيديني انطباع ان لما هدخل اشوف الفيو ده هلاقي ان هو بيجيب لي اري اوف داتا او ليستة كده من داتا معينة اللي هي البوست، وفي نفس الوقت بنظم الحاجات تحت بيزنس دومين، يعني الحاجات اللي ليها علاقة بالبوست بحطها تحت فولدر اسمه بوست. الملفات بتاعتنا هما دايما كل كومبوننت بيبقى عبارة عن 4 ملفات، ملف ال .ts وده اللي بنكتب كود الجافا سكريبت فيه، وملف ال .html وده بنكتب التمبلت بتاعنا، وملف ال .scss او على حسب طبعا ال css framework اللي انت اخترته في الاول، وده بنحط فيه الستايل. اما الملف الرابع او الرابع ده فاحنا مش هنستخدمه في الكورس ده خالص، وده عبارة عن اليونت تيستنج، وده هيبقى في كورس مستقل بيتكلم عن اليونت تيستنج. ندخل بقى على الكومبوننت بتاعنا عشان نشوف احنا هنعمل ايه. هنلاقي الكومبوننت بتاعنا اتكون، بس هنشوفه على الشاشة ازاي. في طريقتين، يا اما نحط الكومبوننت ده جوه كومبوننت بحيث يكون جزء منه، يا اما نربطه بالراوتينج بحيث لما ندخل على باث معين يظهر قدامنا، وده اللي احنا عاوزين نعمله. لما ندخل على باث زي سلاش بوستس نشوف لستة البوستس، فتعالوا نفهم الراوتينج سيستم الاول، وده بيبقى عبارة عن 3 خطوات. رقم 1 بنعمل مابينج ما بين الباث والكومبوننت في ملف الاب دوت كونفيج. رقم 2 بنعمل جاردز للراوت بتاعنا لو عاوزينه يكون برايفت، وده مش هنعمله دلوقتي. رقم 3 بنحدد مكان ظهور الكومبوننت في الصفحة عن طريق الراوتر اوتلت، وده عبارة عن كونتينر فاضي بيظهر فيه محتوى الكومبوننت لما بتروح للباث اللي قصاد منه. تعالوا بقى نطبق الكلام ده واحدة واحدة. لو فتحنا اب كومبوننت ونزلنا تحت خالص هنلاقي الراوتر اوتلت، وده الكونتينر اللي بتحط فيه الكونتنت بتاع الكومبوننت الحالي اللي هو بيماتش الراوت الحالي. يعني لو دخلنا على سلاش بوست هنلاقي ان البوستس ليست بتظهر في الحته دي، لكن كل اللي فوق ده محتوى ثابت، يعني ايا إن كان انا دخلت على انه راوت هيفضل يظهر. ده حاجة كده ممكن نحط فيه مثلا تول بار اللي هو بيبقى ثابت طول النافيجيشن بتاعنا، لكن الحتة اللي بتتغير دي اللي هي الراوتر اوتلت دي بيتحط فيها المحتوى بتاع الكومبوننت اللي انا بعمله مابنج مع الراوتر الحالي. فهنشيل كل حاجة ونخلي الراوتر اوتلت. عاوزين بقى نعمل مابنج او نربط ما بين الكومبوننت اللي هو بتاع البوستس ليست وما بين الراوت اللي احنا عايزينه اللي هو سلاش بوست. فهندخل على الراوت ونبتدي نعمل مابنج جديد. هنقول له ان الباث لما بتدخل على بوست وببتدي اختار الكومبوننت اللي انا عايزه اللي هو فيو ليست، انا بفضل ان انا اخلي الكومبوننت يكسبورت ديفولت. لو ما عملتش كده يبقى انا لازم ارجع اعمل زين واخد الاسم الكلاس بتاعنا، بس انا بحبه يبقى ديفولت عشان ايه مشغلش بالي باسم الكلاس. الطريقه دي اسمها ليزي لودنج، يعني لما الكومبوننت ده ما بيحملش الا لما الفيزيتور بيدخل فعليا على الباص ده. من غير الطريقه دي كل الكومبوننتس بتحمل وقت لما الابلكيشن بيطلع، وبالتالي الابلكيشن بيبقى بطيء، فعود نفسك دايما تعملها بالطريقه دي. طيب دلوقتي انا لما هدخل على سلاش بوست هشوف المحتوى الكومبوننت ده اللي انا لسه ما عملتش فيه حاجه، فتعالوا نجرب. انا عايز ادخل على سلاش بوست هلاقي الدنيا لسه فاضيه.